الاخبار الثاني دار على مواقع التواصل الاجتماعي زادا وتفاعلوا معها التوانسه وهبطوا دي ستاتيو غلق ملاهي ليليه وعلب ليليه في قماره لهنا في العاصمه، والكلام كان كبير والربط كان بالمخدرات وغير المخدرات. العميد عماد مماشا كان ادخل وفسر شنو هو اصل الحكايه تفاصيله. هو قرار ترتيبي، قرارات قديمة بالنسبة لي نحن وقع التنفيذ نتاعها ماهيش مربوطة بموضوع المخدرات، نظرا لي كان ثم موضوع تاع مخدرات. أنا كانت خلصني للإدارة عامة الوطني نعطيكم أكثر بيانات أجهزتنا قاعدة تخدم، لكن الموضوع نتاع الغلق ذاك هو مربوط بقرارات ترتيبية، وعلى أساس أنه تم ضبط كميات من المخدرات في الملاهي، فذاك علاش تم اتخاذ قرار بغلق؟ لا لا، ذيك قرارات ترتيبية فقط مربوطة بموضوع مكافحة المخدرات، هذيك خدمة وحدها. ولو يثبت تورط نتاع أي محل في الحكايات نتاع ترويج مخدرات باش نخدموا القانون فوق الجميع. مشكور العميد عماد مماشا على تدخل، كان الدخل في برنامج استوديو الوطنية على الإذاعة الوطنية لإيقاف نزيف الشائعات، يقول لك أنا كان نشد مخدرات ونخرج نقول معناها. أما هذه راهي أمور ترتيبية، تراس مش مخلص جون سي با كوا كري، أمور ترتيبية دونك اللي باش يفوض أمور وباش يرجع يخدم على روحه منطق الأشياء. علاش عباد تتضرب حاجة ماهيش موجودة؟ يقول لك غدو نشد عنده حتى سيجار وزات نخرج نحكي عليه ونوضح الحق حقيقة للناس. دونك كان مهم ان نقولوا عباد تخدم غادي تترزق غادي، فماش علاش تصير ايموراجي نتاع الشائعات كلمه ناس. هذيك علاش الحمله هذه ما لازمش تكون الناس كل تهز الناس الكل اليوم، اي محل ولا اي قانون ولا اي حاجه ترتيبيه نجم ندخلوها في متاهات انه اليوم المحل هذاك نجم يكون فيه مخدرات. وانا والله يعجبني المسؤول وقت اللي يفرق ما بين الاشياء، باش خاطر اليوم الراي العام لازم يفهم اللي راهو مش الكل ماشي في الاتجاه هذاك صحيح، هما قاعدين يحاربوا فيه باي طريقه، مش باش يحشم هو لجورجي نهار باش يلقى اي محل فيه تجاوزات وفيه مخدرات اوتوماتيكمون باش يطبق عليه القانون. والحاجه اللي باهيه باش الناس زاده تفهم اللي مش الناس الكل راهي خايبه بالخيبه هذيك ونحطوا الناس الكل في شكاره واحده. وللامانه الداخليه قاعده تمركي في نقاط في السياسه الاتصاليه في الفتره الاخيره، هذا محسوس ملموس في الظهور على البلاتوات في الاذاعات، في انه المعلومه ولات هي جي مش انت تمشي تلوج عليها، موجوده متاحه يعطيك شنو صاير شنو مش صاير شنو نعملوا باش قاعدين شو الهدف شو كذا، هذا متاح وتفسير من نوع ذي زيادة حاجة تذكر فتشكر. عندي فاصل وما بعد نرجع لكم نكملوا مع الأخبار ومع التراند رف مايك للتسعة ونص. غريبة في نهجة تربينال والدريبة من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة وفي الويكاند بالعريف بالحكاية الباغانورماليجيك سبورغرام من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة في إكسترا تايم، وفي نفس التوقيت كل خميس وجمعة معنا شي ما يفوت في داتا فوت، وما تفلتش استاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان أحلى لما وأحلى ناس في ناس الديوان من الخمسة للسبعة متاع العشية، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة من السبعة للثمانية متاع الليل، وعلى خاطر الصغار هما نورت الدار كل سبت عنا رونديفو مع ديوان كيدز من الخمسة للستة، وقيت امبيونس ديكالي ديما لاباس من 8 ل 9 متاع الليل، ابن موزيكا واجدد الهيت من 9 لنص الليل، عيش جو النايت كلوب وانت في الدار. وكل ويكاند خليك برونشي مع ليزاني بونور. ديوان اف ام صوتكم في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام، يستنى فيكم اقوى بروجرام. ابدأ صباحك مع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للسبعة، تبع لي غاف ماغور كل نهار من السبعة للتسعة ونص، الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة من التسعة ونص لنص النهار، وفي الويكاند لومبيونس على الكيف في ويكاند على الكيف من الستة متاع الصباح حتى للحداش، وكل سبت في أوستار نحكيو فن، ونهار الحد الرونديفو مع ديوان ترانز نحكيو سياسة واخر أخبار البلاد في هنا تونس من نص النهار للماضي ساعتين. كل سبت وحد تبع أحوال الدنيا والدين بالحجة والبرهان من 11 لنص النهار. كل يوم تسمع غريبة في نهج التربينال والدريبة من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة وفي الويكاند بول عريف بالحكاية الباغانورماليجيك.
بروغرام من الاثنين للاربعاء من الثلاثة للخمسة في إكس غتاي، وفي نفس التوقيت كل خميس وجمعة معانا شي ما يفوت في داتا فوت، وما تفلتش استاد ديوان كل عشوية سبت وحد. أحلى لما وأحلى ناس في ناس الديوان من الخمسة للسبعة متاع العشية، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة من السبعة للثمانية متاع الليل، وعلى خاطر الصغار هما نورت الدار. كل سبت عنا رونديفو مع ديوان كيدز من الخمسة للستة، وقيت أمبيونس ديكالي ديما لباس من ثمانية للتسعة متاع الليل. أبن موزيكا وأجدد لهيت من تسعة لنص الليل، عيش جو النايت كلوب وانت في الدار. وكل ويكاند خليك برانشي مع ليزاني بونور. ديوان اف ام صوتكم في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام، يستنى فيكم اقوى بروجرام. ابدأ صباحك مع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للسبعة مع رفيق بوشناق. السبعة وثمانية واربعين دقيقة مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص، مواصلين في التراند. نحكيو على البالون دور، نحكيو على الكرة الذهبية. سويعات قبل الإعلان عن اسم الفائز بالكرة الذهبية، ريال مدريد النادي الملكي بعد رباعية البارسا في سانتياغو برنابو يقرر مقاطعة الحفل، المنظمين متاع الحفلة حفلة الكرة الذهبية اللي تقدمها نذكروا للتاريخ مجلة فرانس فوتبول وأعوام وأعوام. نحكيه على النسخة 68 للبالون دور. المنظمين أكدوا أن كل ما تم تداوله من أسماء ستفوز بالكرة الذهبية هي أسماء خاطئة. الاسم اللي دار هو رودري، والمقاطعة تمت على خلفية الظلم اللي تعرض له فينيسيوس حسب النادي الملكي، فكان التتويج بالكرة الذهبية لأفضل في العالم لخط وسط المنتخب الإسباني والمان سيتي الإنجليزي. رودري هذه المرة الأولى اللي يفوز فيها بالجائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فاز على البرازيلي فينيسيوس وبيلينغهام لاعب ريال مدريد. الترتيب النهائي لأفضل عشرة لاعبين لجائزة الكرة الذهبية نلقاه هالاند في المركز الخامس، كارفاخال في المركز الرابع.